ولا بنعمل مكالمات متفق عليها زي برامج تانية، ولا بنعمل الكلام ده. الناس داخله قول رايك، لو قال غلط الاهلي بقى. طيب ايه كمان؟ ان بتحاربوا على باطل ليه؟ ويطلع مسؤول كبير يقول لك حوف الاهلي، توقف اهلي مين؟ هو احنا نبقى ضد النادي الاهلي على ما عكيف، ونساند ناس عكيف، ولما ساند ناس اصالح ناس يبقى ضد ناس؟ اللي احنا عايشين فيه ده. عشان كده قلت لكم احنا هدفنا واحد، ولا افراد ولا اشخاص، الكيان. لكن في ناس مصالحها هي اللي بتمشي. بدليل اقول لحضراتكم على حاجه بصراحه اكتر بدون اي خوف. موقف النادي الاهلي في البطوله بتاعت كره اليد كان متلاصق مع الدوله. كاس العالم للانديه كان متلاصق مع الدوله، وكان موقف وطني محترم مش رايح العب. بناخد ديب دي بقى ولا ايه؟ ما احنا لازم نفهم بقى، ما الواحد هو بيفكر كده وبيحاول يقول ده، هو الموقف اتغير ليه؟ هوضح تاني. النادي الاهلي فرقه اليد اخد الخمس بطولات بتاع السنه اللي فاتت ولا الاربعه، وبعد كده راح كاس العالم للانديه لاول مره في تاريخه في قطر. النادي الاهلي مصر كلها كانت عامله مقاطعه، فكان لازم كنادي الوطنيه يبقى الموقف متلاصق مع الدوله. فاول نادي عمل كده النادي الاهلي وانسحب من البطوله. هو احنا ما بنجيبش كاس العالم للانديه في مصر ليه؟ هي في قطر. ما حد يرد علينا. اظن مش هتسمعوا الكلام ده غير هنا. مش هتسمعوا الكلام ده غير هنا. عشان ولا احنا محروس بتاع الوزير ولا حتى غفير. كلمه الحق هنطلع لربنا سبحانه وتعالى، هنتحاسب. والحساب بالنواهي نوايانا الحمد لله ربنا يعلمها، وبنخاف على جماعة عمال النادي الاهلي وجمهوره وكيانه، مش افراد ولا اشخاص، عشان ما يضحكوش عليكم زي ما بيكلموكوا في اللائحه اقصاء الرموز يا كدابين. كمان معانا مكالمه مهمه جدا من عضو مجلس اداره الاسبق الاستاذ حمدي كناسي. استاذ حمدي برحب بحضرتك. اهلا بك يا كابتن. وحشني كتير، ودايما بنتعلم من حضرتك يا فندم. ميرسي يا كابتن هشام. خليني في البدايه اسال حضرتك، حضرتك خبره كبيره داخل النادي الاهلي، كنت موجود مع مجلس اداره محترم. النادي الاهلي على مدار تاريخه هل بيقبل بالوصايا داخل النادي الاهلي او ولا لا؟ لا اعتقد لو كان ده بيحصل ما كانش النادي الاهلي بقى النادي الاهلي. النادي الاهلي فرض صورته المحترمه، قلعة للمبادئ والقيم، مهما حدث من أي أخطاء إنما يظل النادي الأهلي هو صورة للتماسك ولعدم المهاترات وعدم السماح لأي تجاوزات تسيء إلى الرياضة وتسيء إلى الوطن وتسيء إلى النادي الأهلي بالضرورة. تمام. طب إيه رأيك في اللائحة الملزمة؟ ما أقدرش أقول استرشادية، إيه رأيك في التدخل اللجنة الأولمبية اللي حاطه لائحه لو ما جبتش ال 12500 هتمشي باللائحه بتاعتنا؟ انت قلت التعبير الصحيح، هي ليست لائحه استرشاديه اطلاقا. لائحه ملزمه وقهريه، والحقيقه انا مش عارف ليه الامور بتوصل لكده يعني. يعني من يعملون في المجال الرياضي سواء مباشر او من خلال مجلس النواب او من خلال الجهاز التنفيذي، مش عارف يعني، لازم يضعوا في اعتبارهم ان في فرق كبير جدا بين لائحه استرشاديه ولائحه ملزمه. الوضع الحالي بوضع اللائحه دي واشتراط اكثر من 12000 للجمعيه العموميه بيقول ان دي هي لائحه ملزمه، لان لن يتوفر هذا الرقم. وبصراحه نتكلم احنا كمصريين بصفه عامه، للاسف لا نهتم كثيرا بالجمعيات العموميه ولا نظهر الا في مناسبات. لو كان في انتخابات، وخد بالك الانتخاب ده بيبقى متقدم للترشيح فيه 30 40 واحد، وكل واحد بيروح يجيب اصحابه واصدقائه من اعضاء النادي، وبرضه العدد ما بيوصلش لكده. انما لائحه استرشاديه، مين بقى اللي هيجمع المبلغ ده كله؟ من هنا انا معك تماما ان التعبير الصحيح لائحه ملزمه، وممكن تضيف اليها قهريه. تقول ايه يا فندم لاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي؟ والله انا اقول لاعضاء الجمعيه العموميه
ان لم يكن من يعني الامر بد ويعني تمسكت الاجهزه واللجنه الاولمبيه باللائحه بهذا الشكل وما فيش فرصه ابدا ل يعني العوده الى المنطق والحق فيها، يبقى على اعضاء الجمعيه العموميه ان هم يعتبروه نوع من التحدي ويحاولوا بكل الوسائل ان هم يتواجدوا عشان يفرضوا بقى راي الجمعيه العموميه لنادي القرن النادي الاهلي. استاذ حمدي انا سعيد جدا اللي سمعت صوتك وبنستفيد من الراي اللي حضرتك قلته اكيد، لان اسالوا اهل الخبره، احنا بنذاكر. كان معانا اللي هو محمود احمد علي، كان معانا الدكتور محمد فضل الله، حضرتك كمان معانا دلوقتي، خدمت في النادي الاهلي، ورسالتك الاخيره لاعضاء الجمعيه العموميه اكيد بتشتغل.